نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمدينة الرياض. أكد الحضور دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ولبناء قدرات الدولة، مشيرين إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية، في مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا. مركز الرياض طلع بكل أهله، طالع بكل ناسه النهارده يأيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيمانهم إن استكمال الطريق والتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة من أجل مصر، من أجل مصر كلنا خرجنا بمؤتمر حاشد في مركز الرياض. بنشارك بعض كلنا كإخوة متحابين، أسرة واحدة خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنقول لكل المواطنين انزل وشارك، انزل وحط صوتك، ادي صوتك اللي يستحقه. احنا في المؤتمر الحاشد النهارده في مركز الرياض مدينه كفر الشيخ، وبندعم سياده الرئيس النهارده لفتره رئاسه قادمه، وطبعا بنشكره على الجهود اللي عملها في الدوله. هذا المؤتمر الحاشد لتأييد ودعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل مزيد من الاستقرار والإزدهار ولفترة رئاسية جديدة التي يستحق منا كل التقدير والاحترام والمؤازرة، ونعم نعم نعم لسيادته لفترة رئاسية جديدة. اجتمعت الحشود الحقيقة من الصباح، كل فئات وطوائف المجتمع والشعب الحقيقة عندنا في الرياض التفوا جميعا واصطفوا ليؤكدوا للعالم كله أن الشعب المصري ملتف حول قيادته، وإن شاء الله سيكون الأيام القادمة أيام الانتخابات الرئاسية 10 و11 و12 أيام الحقيقة تؤكد عرس ديمقراطي يصطف الجميع ليؤكد للعالم كله أن الشعب المصري سيخرج بنسبة بنتحدى بها العالم كله، إن شاء الله تصل لأكثر من 70%.